يتقلب الطقس كثيرا في أيسلندا، وأول نصيحة يتم توجيهها للزوار بدافع العمل أو السياحة هو عدم الاعتماد كثيرا على التوقعات الجوية. الطقس في أيسلندا متقلب جدا ومليء بالمفاجآت، والتوقعات الجوية غير دقيقة في معظم الأحيان. فالأمطار مثلا متواصلة لخمسة أيام وهي تعيق عملنا في التصوير. خلال زيارتنا مررنا بفصول عدة في يوم واحد، وهو أمر دفعنا للاطلاع أكثر على أسباب تقلب الطقس كثيراً. أود منك أن تشرحي لي أكثر عن ما يميز الطقس في أيسلندا وما يجعله مختلف عن باقي الدول المحيطة بهذه الجزيرة. أيسلندا جزيرة في قلب المحيط، الهواء بارد جدا في الشمال وساخن في الجنوب، لذا يشهد الطقس ما يشبه المعركة بين تيارين من الهواء. قد تصل سرعة الرياح لدرجة خطيرة جدا في أيسلندا. كثيرون قضوا على هذا الشاطئ، معظمهم سياح لم يعتادوا سرعة الرياح القطبية، أما الأمطار فتتواصل لأيام عدة، لكن الأيسلنديين تعودوا الحياة بنمط مختلف عن بقية العالم، فالشمس لابد أن تشرق هنا ولو بعد حين. من شرقي أيسلندا، نيفين أفيوني، سكاي نيوز عربية.